ما هو العمل الخيري الذي تفضل القيام به باستمرار؟ وهل تفضل المساهمة في العمل الخيري بالجهد أم بالتبرعات المالية؟ أساعد الفقراء أو أعطي صدقات بدون ما حد يدري. الجهد أفضل والتبرعات المالية بالخفية. كل عمل خير يصادفني وعندي فرصة أعمله أعمله، ما وصانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصانا عليه ديننا، فالأعمال كلها فيها خير. تجبر الخاطر وعندك الصدقة تتصدق. التطوع في شتى المجالات، سواء كان تطوع العمل الخيري أو التطوع لزيارات كبار السن أو المرضى. قد في يوم من الأيام تقدر بالجهد، ويوم من الأيام بعض الأيام أفضل أن تكون بالمال. أنا من عشاق التطوع بصراحة، يعني من أيام الشيخ زايد الله يرحمه، وهو كان يحثنا دائما على التطوع، على خدمة الناس ومساعدة الناس، وهذا شيء جدا جدا نستمتع فيه بصراحة. بالتبرعات المالية، مرات أتبرع بالماي، مرات بالأكل. سقي الماء أنا بوجهة نظري هي من أهم الشغلات اللي هي بتبقي الإنسان على الحياة، وهذا أقل شيء ممكن يبقي الإنسان على الحياة. تبرع بالجهد وتبرع بالمال. العمل الخير اللي افضل القيام به صدقه. استمتع بالجهد صراحه، استمتع اني اخدم الناس، استمتع اشيل واحط واخدم واساعد، والله يعني جدا جدا موضوع جدا ممتع لما تشوف الابتسامه على انسان وانت بتخدمه بدون مقابل بدون شيء وهو يعرف هذا الشيء. يعني الصدقه اهم عمل خيري احب اني يعني استخدمه واسويه باستمرار. طبعا الجهد اللي بقدر عليه، والله يطول عمر شيوخنا والدوله علمونا هني انه بالامارات انه دائما نكون مقدمين الخير ومبادرين، حتى اللي بنقدر عليه بإيدنا واللي بنقدر عليه بفلوسنا يعني.